السلام عليكم وتحية طيبة، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحوال طيبة. اليوم غادي نعلق على واحد الخبر ورد من دورة العسكر، خبر كيتحدث عن هناك إمكانية استيلاء إبراهيم غالي الملقب بابن بطوش على السلطة في الجزائر. شنو هي السيناريوهات الممكنة؟ واش هذا الخبر حقيقي؟ هذا الشيء اللي غادي نتعرفوا عليه بعد الفاصل. وصلنا خبر بأن هناك بعض السيناريوهات تطبخ داخل دولة العسكر الملحدة، أو على الأقل الاستخبارات ديال دولة العسكر الملحدة عندها علم بهذا الأمر، وهو أن إبراهيم غالي يفكر في الاستيلاء على السلطة داخل دولة العسكر الملحدة. شنو هي الطريقة؟ واش حركة البوليزاريو في الصحراء الشرقية تحولت إلى قوة، تحولت إلى تهديد للأمن الداخلي لدولة العسكر؟ واش الاستخبارات الجزائرية وصلتها أخبار بأن بن بطوج عنده شي مخططات خارجية يتآمر مع جهات أجنبية من أجل زعزعة الاستقرار داخل الجزائر؟ هناك واحد المجموعة ديال الفرضيات موضوعة على الطاولة، والاستخبارات الجزائرية هي في صدد البحث في كل هذه الاحتمالات. وهذا الشيء اللي كيفسر داك الزيارة ديال تبون إلى روسيا والطلب من بوتين الحماية. لاحظوا معي هذيك الجمل اللي استعملها تبون، جمل ماشي اعتباطية، حين شكر بوتين على كون روسيا حمت الاستقلال الجزائري ولا زالت تحمل الاستقلال الجزائري وكدعم الجزائر بالسلاح إلى آخره. هذا الكلام كله المغزى ديالو وهو أن تبون طلب الحماية من بوتين. حماية من من؟ من حركة البوليزاريو الإرهابية، لأن بطبيعة الحال زيارة تبون كانت مقررة إلى فرنسا وتم تغيير الوجهة 180 درجة، لأن كانت هناك أخبار تدل على أن بن بطوش قد يخطط أو قد يساهم في زعزعة الاستقرار داخل دولة العسكر الملحدة. وعلاش؟ لأن بن بطوش ودوك القادة ديال البوليزاريو كلهم أصبحوا موقنين وتأكدوا بأن الجزائر ما عادش قادرة على دعمهم وحمايتهم دوليا. أصبحوا متيقنين بأن إقامة جمهورية الوقواق الديمقراطية أمر أصبح اليوم من سابع المستحيلات. أصبحوا موقنين بأن المغرب عسكريا ما عادوش قادرين عليه، حتى دولة العسكر بدورها ولات كتطلب الحماية من روسيا لأنها تخاف من أي تدخل عسكري مغربي لتغيير هذاك النظام الدكتاتوري الذي يحكم الجزائر لمدة 60 سنة. فهاد الشعور خصوصا عند حركة البوليزاريو اللي ولات الآن كتفكر في وطن بديل. كان هناك الاقتراح ديال أن شمال موريتانيا تحول إلى بدل ووطن بديل للبوليزاريو، إلا أن الموريتانيين عزوا التواجد ديالهم العسكري في شمال موريتانيا. هناك أيضا حديث بأن حركة البوليزاريو قد تنتقل وتتحالف مع حركة تحرير جنوب الجزائر. فكانت هناك مجموعة من الفرضيات التي توضعت على الطاولة للنقاش من أجل التخلص من هذا الواقع اليوم لدوك المحتجزين داخل مخيمات تندف لتحولوا إلى قنبلة موقوتة تهدد الجزائر ودولة الجزائر. حتى ذاك الاحتقان الكبير اللي ولا اليوم كيبان داخل الشعب الجزائري، الاحتقان المتزايد والرفض لهذه الحركة ديال البوليزاريو، لأن الجزائريين اليوم ولاو كيستشعروا بأنهم مواطني الدرجة الثانية. جزائريون اللي بغاو يقضيو المصالح ديالهم خصو يوسطوا واحد من البوليزاريو. جزائري بغا ياخذ منحة، بغا يدخل المستشفى، بغا يحصل على شي منصب داخل الدولة الجزائرية، لا بد من أن يوسط واحد من البوليزاريو أو واحد من قادة البوليزاريو أو
بنبطوش، وهذا اش كيعكس؟ كيعكس النفوذ الكبير ديال البوليزاريو داخل دولة العسكر، اللي ولاو متسللين وعندهم علاقات وعندهم يعني مفاتيح النظام العسكري الجزائري، وهذا الشيء اللي كيخلي دولة العسكر ولات تخاف منهم ولات تشعر بالخطر، فولا هناك تخوين متبادل بين دولة العسكر وبين حركة البوليزاريو الإرهابية، لأنه ولا كيشوفوا بعضياتهم في المرآة، وبداو كيشعروا بأن البوليزاريو تهدد دولة العسكر ودولة العسكر تهدد البوليزاريو، ولا واحد التهديد متبادل فيما بينهما. من بعد ما وصلوا لهذه الحالة اللي وصلوا لها اليوم ديال اليأس وديال فقدان الأمل، حركة البوليزاريو كتشعر اليوم بأن دولة العسكر بغات تخلص منها، لكن دولة العسكر ما عارفاش كيفاش تخلص منها، لأن هذا واقع ساهمت فيه دولة العسكر لمدة 60 سنة، وهي كتجمع دوك أو كتحاول تشكل ما يعرف بالشعب الصحراوي، هذوك المجموعة ديال المحتجزين اللي فيهم واحد 2 ولا 3% ديال الصحراويين تم اختطافهم من الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية، وهناك بطبيعة الحال واحد فئة مغرر بها، ولكن 95% هذوك من القارة الإفريقية، من موريتانيا، من كل من أمريكا اللاتينية، جابوهم تما وكبروا وعلموهم وقراوهم وزرعوا لهم ديك الأفكار المريضة في عقولهم. إذا هذا ولا واقع كيهدد الأمن والسلم الاجتماعي داخل دولة العسكر، كيهدد أكثر حتى ديك البقاء ديال دولة العسكر على الشكل اللي كنعرفوه بها اليوم. هذه كتلة بشرية ما عرفوش كيفاش يتخلصوا منها، وما عرفوش يتخلصوا من البوليزاريو، لأنهم أيقنوا بأن هذا الملف تم طيه طيا نهائيا. وهذا الشعور ما كاينش فقط عند دولة العسكر، وإنما أيضا عند بن بطوش. إذا الكل الآن يفكر في الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة. دولة العسكر ولات كتشعر بأن هذه حركة البوليزاريو المسلحة داخل الجزائر ولات كتشكل خطر على الجزائر والجزائريين، فداك السلاح اللي كان موجه للمملكة المغربية ما بقاوش قادرين نوجهوه للمملكة المغربية، هذوك المسلحين شنو غادي يديروا بهم؟ فدولة العسكر أيضا من السيناريوهات باش تخلص من هذه حركة البوليزاريو ربما تريد أن تجندهم من أجل محاربة ديك حركة تحرير جنوب الجزائر، وهذا الشيء اللي كيفسر أن هناك قاعدة روسية في طور البناء في تندوف اليوم، فيها غيتم تدريب هاد عناصر البوليزاريو عن طريق يعني قادة حزب الله بتمويل إيراني، هذا الشيء حسب ما صرحت به وسائل إعلام فرنسية، وهذا كله من أجل محاربة حركة التحرر في جنوب الجزائر. إذن هذا سيناريو من السيناريوهات اللي كتفكر فيه دولة العسكر من أجل التخلص من حركة البوليزاريو الإرهابية، وتوجيه السلاح ديالها إلى جنوب الجزائر ضد الحركات التحررية هناك، عوض أن يوجه هذا السلاح إلى دولة العسكر. دولة العسكر تريد اليوم أن تتخلص من حركات البوليزاريو، لأنها ولات كتشعر فيها الخطر الداهم على هذا النظام العسكري منذ 60 سنة، وهو يضطهد الجزائريين. كيخافوا بأن بن بطوش شنقريحة ولا تبون يتعرض لمحاولات اغتيال أو عملية اغتيال، لأنهم أنظمة أو تيار أو جناح مسلح موازي للجيش الجزائري، يعني السلاح ما كاينش فقط عند الجيش الجزائري، وإنما السلاح موجود أيضا عند حركة البوليزاريو داخل الجزائر، وكأن الأمر صراحة يذكرنا بلبنان. لبنان عندك حزب الله وعندك الدولة اللبنانية، وحزب الله صراحة ولا كيتحكم في الشأن اللبناني، وكنشوفوا لبنان اليوم في أزمة سياسية، ما عندها رئيس، ما عندها من يحكمها، وهذا كله بسبب هذه الحركة المسلحة داخل لبنان اللي هو حزب الله، اللي عنده جيش إمكانيات ديالو كتفوق إمكانيات الجيش اللبناني. إذن كنشوفوا نفس السيناريو كيتكرر اليوم في الجزائر، عندنا حركة بوليزاريو إرهابية مسلحة، عندها آلاف المسلحين المدربين اللي خارج السلطة وخارج تحكم دولة العسكر، ودايرين دولة نقدروا نقولوها بهذا المعنى، دولة داخل الدولة. اليوم بوليزاريو بعد ما وصلوا لنتيجة وقناعة بأنهم ما يمكنش يقوموا هذه الدولة، وما بقاش عندهم حتى شي أمل في أي نصر عسكري ضد المملكة المغربية أو حتى نصر دبلوماسي،
ولاو كيفكروا في ما بعد حركه البوليزاريو، ماذا سنفعل بهذا الالاف المحتجزين داخل هذه المخيمات، وماذا سنفعل ايضا بمستقبل هذه القضيه. اذا المستقبل يبدو صراحه مفتوح على كل الاحتمالات، وبن بطوش يمكن أن يتحول إلى منقلب، وقد يكون سبب من أسباب هذه الشرارة الأولى اللي سوف تؤدي إلى تقسيم دولة العسكر الملحدة. أكتفي بهذا القدر، تحية طيبة وإلى لقاء قادم بحول الله.